أدانت الرئاسة الفلسطينية المجزرة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة التابعين بحي الدرج التي تؤوي نازحين، وراح ضحيتها أكثر من 100 شهيد ومئات الإصابات. حمل المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة حمل الإدارة الأمريكية مسؤولية المجزرة جراء دعمها المالي والعسكري والسياسي للاحتلال. وقال أبو ردينة إن هذه الجريمة تأتي استمرارا للمجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية، والتي تؤكد مساعي دولة الاحتلال لإبادة الشعب الفلسطيني في ظل صمت دولي مريب. ودعا أبو ردينة الإدارة الأمريكية إلى إجبار دولة الاحتلال فورا على وقف عدوانها ومجازرها واحترام قرارات الشرعية الدولية ووقف دعمها الأعمى الذي يقتل بسببه الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ العزال.